بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا مع الماث موديول أو الماث موديول الباور واللوغاريتم فانكشنز. عندنا الباور الأس واللوغاريتمات الفانكشنز بتاعت اللوغاريتمات. فأنا عندي الماث دو باو بس ما كملش باور، دي بترجع لك إيه إكس مرفوعة للإيه للأساس واي، مرفوعة للأس واي. زي مثلا بقول ايه ما امول طبعا امبورت ماث ماث دو باو 4 كوما 2 معناها ايه 4 اس 2 5 اس 3 وهكذا، تمام. فطبعا 4 اس 2 معاك 16 و5 اس 3 تدينا 125 اللي هي 5 في 5 5 4 في 4 تمام وهكذا. ده الاس. طيب في عندنا حاجه وده الاس طبعا خدوا بالكم ده حاجه يعني كل الناس لازم تكون عارفاها، بتستخدم في حاجات كتير. وكذلك الاس كيو ار تي اللي هو السكوير روت برضه بيستخدم كتير جدا اللي هو الجذر، تمام. الجذر هقول لكش بقى الجذور بتتحسب ازاي ولخبطك في الرياضه ولا اي حاجه من دي خالص. انا بس كل الفكره ببساطه ان انا اما اقول ماس دوت اس كيو ار تي 16 يجيب لي جذر الايه ال 16، ماس دوت اس كيو ار تي اس كيو ار تي 9 يبقى يجيب لي جذر التسعه بس وخلاص. مش مهم جذر ال 16 طلعت 4، جذر التسعه طلعت 3، مش مهم تبقى عارف يتحسب الكير ازاي، مش قضيتي، تمام. طيب اكسب اللي هو الايه الاكسبوننت او الباور اللي هو بيرجع المرفوع الى الاس اكس، تمام. الاي طبعا ذات نفسه احنا اخذناه ثابت اللي هو ماث دوت اي اللي هو 2.71 مش عارف ايه الاخر، تمام. طبعا ده بيبقى البيز بتاعه هو الناتشرال لوغاريتم اللي هو اللوغاريتم الطبيعي بدون تفصيل ما يهمناش يعني. انا بس كل اللي عايز اقوله ان هي معروف ان ماث دوت اكسب 2 بيطلع 7.3 مش عارف كام. هي نفس فكره ان ايه ان ماث دوت باور ال 2 اس 2 دوت 7 دي 2 دوت 7 هتلاقيها جابت معاك نفس الرقم اللي هو 7 ايه بوينت، لان هي بتبقى تقريبا دي بتساوي دي يعني اس ال 2 يعني اس 2.718 لاس 2 بتجيب لك نفس الايه الاكسبوننت 2، هي نفسها بالظبط. هي برضه لما اجي اقول ايه ماث دوت باور لماث دوت اي لان ده طبعا 2.7.18 ده هو ماث دوت اي، تمام. فلو قلت كوما 2 بس طبعا هنا عشان طبعا الماث دوت اي هنا بالكامل طبعا من جايب ثلاث ارقام بس كده من على وش، كان هو المفروض بيبقى الرقم كامل فعشان كده ده جاي ادق، فده هيجي لك برضه ايه 7.3 وهنا برضه ماث دوت 7.3. طبعا اللي عارف ده بيستخدمه في برضه اللوغاريتمات العاديه اللوغاريتم. فعندك ماس دوت لوج طبعا ممكن تقول لوج وتبعت له الرقم فيجيب لك اللوغاريتم بتاع الرقم، يعني مثلا اقول له ماس دوت لوج 1 فيجيب اللوغاريتم الرقم 1 او اللوغاريتم اللي هو الرقم 7.39 او ماس دوت او لوغاريتم ايه 4 وهكذا. بس ممكن احط البيز، البيز هو في الطبيعي طبعا البيز بتاعنا بيبقى ايه، تمام. ممكن تحدد تاخد كوما وتحدد انت البيز بتاعك، وطبعا في ساعات بنستخدم البيز 2 والبيز 10 مشهور الحاجات دي الاساس. فلو حد محتاج اي بس خدنا عنها فكره، يبقى لو قلت له ايه لوغاريتم الواحد بزيرو لوغاريتم 4 بس على البيز 2 يديك 2 ولوغاريتم 7.39 جابت لي الرقم ده وهكذا، تمام. بس عرفت لما يقابلني رمز اللوغاريتم اعرف اشتغل عليه هنا بس. طبعا من ضمن برضو اللوغاريتمات عشان ما اديش امثله كتير هي بقول لوغاريتم 1 بي، تمام. دي بترجع ايه اللي هو اللوغاريتم الطبيعي 1 زائد الاكس على البيز اي، تمام. لما اقول لوغاريتم لوج 2 خلاص عرفنا البيز هيبقى 2، لوغاريتم لوج 10 هيبقى لوغاريتم 10. واحد يقول لي طب انا كنت استخدمت هناك على طول وعملت كوما وحددت البيز، صح برضو، تمام. شوف اللي يريحك ايه، بس مجرد انا بعرض لكم بس الفانكشنز دي. دخلنا بقى على فانكشنز ثانيه خالص جونومتريك والهايبر بوليك فانكشنز اللي هي الفانكشنز بتاعت حساب المثلثات والدوال الزائده. انا اضممهم على طول، هتلاقي مثلا الكوزاين اللي هو في الاله الحاسبه دوت اللي هو بتاع حساب المثلثات العاديه، تمام. دي بترجع لك الكوزاين بتاع الاكس بالريديانز، تمام. في منه بقى هتلاقي ايه كوزاين اتش وهتلاقي ايه كوزاين اتش، يعني ايه الكوزاين هتلاقي لها كوزاين اتش دي الزائد بتاعها، تمام، اللي هو الهايبربوليك بتاعها. والاي كوزاين هتلاقي الاي كوزاين اتش برضه الهايبربوليك بتاعها، تمام. وبيبقى دايما الكوزاين الاي كوزاين عكسها والكوزاين اتش الاي كوزاين اتش عكسها، اللي هي الكوزاين لو تفتكروا كده كانت بالعربي اللي كانت بترجع لي جيب تمام الزاويه اللي احنا بنحددها، يعني بتدل الزاويه هو بيرجع لي جيب التمام بتاعها.
في العكس بقى اللي هو الايكوزاين ده بقى بيرجع لك ايه؟ بترجع لك الزاويه اللي جبت تمامها اللي انت بتديه لها. يعني لو هنا مثلا كنت مديله زاويه وجاب لي مثلا رقم، ساعات ببقى انا عايز الرقم ده اعرف كانت زاويته كام، بالعكس يعني تمام. يعني يا اما ارجع بجيب قيمه الزاويه، يعني بجيب له اقول له ادي له زاويه ويقول لي رجع لي جيب التمام دي كوزاين، يا اما العكس على طول بيرجع لي هو الزاويه اللي وانا ادي له جيب التمام اللي هي كوزاين واي كوزاين تمام. وكذلك كوزاين اتش والاي كوزاين اتش دول بقى طبعا اللي هو ايه اللي هم بيرجعوا لي جيب التمام الزائد، جيب التمام الزاويه الزائد تمام، او الاطنابي ما اعرفش في بعض الدول بتستخدم للزاويه. والتاني عكسها تمام، ما يرجعلكش جيب تمام الزاويه الزائد، لا يديله يرجع لك الزاويه اللي جيب تمامها الزائد كذا. بس انا اكدت على دي ليه؟ عشان مش هقولها في الباقي كله، في كل الحاجات اللي بتاعت حساب المثلثات ماشيه بنفس الاسلوب، ماشي معانا في البايثون بنفس الاسلوب. فلو جينا جربنا مثلا قلنا له ترو ماس دوت كوزاين 0 وماس دوت كوزاين للماس دوت باي، وعملت ايه عكس بتاعه، المفروض الماس دوت كوزاين 0 بتطلع بواحد مظبوط، والكوزاين للماس دوت باي بتطلع بسالب واحد. عكسهم بقى لما اديله هنا الواحد والسالب واحد هيرجع لي الايه؟ الزيرو، وترجع لي اللي هو قيمه الايه؟ الماس دوت باي، وهكذا مع الايه؟ كوزاين. طبعا مش هروح ده بالتفصيل لان هي نفس الفكره بالظبط في الساين، كوزاين والساين ده طبعا بيرجع لك الساين بتاعت الريكس ريديوس نفس الكلام بالظبط، والاي ساين بتاعتها، وعندك بقى الساين اتش بتاعت الزائد والاي ساين اتش بتاعت الزائد نفس الكلام بالظبط. لو قلت له ايه ماس ساين 0 وماس ساين 1.57 برضه هنا هيجيب لي طبعا 0 0 وال 1.57 هتجيب لك ايه الاربع خمس تسعات او اكثر طبعا على حسب الايه، انا بس بختصر الارقام يعني. فطبعا اديتني 0 واديتني الايه الرقم برضه اللي فيه اربع خمس ست تسعات ده، وصفر وادي الايه الواحد ونص طبعا لمجرد اللي عايز يستخدمها. في التان بقى، التان نفس الكلام اللي هي بترجع لي التانجنت للاكس ريديس نفس الكلام، تان واي تان والتان اتش والاي تان اتش تمام. نفس الكلام لو جيت استخدمت تان للزيرو هتديني زيرو، والتان لواحد بتجيب لي واحد ونص وشويه، وان انا لو عملت العكس بقى الاي تان الزيرو هتديني زيرو، والاي تان لواحد ونص وشويه هتديني تقريبا الايه الواحد، تقريبا الواحد يعني 98%. دول الايه حساب المثلثات. بالمره هتكلم على حاجه اسمها الانجلر كونفرجن اللي هي التحويل في الزوايا تمام، الزوايا، فالزوايا بتاعت الدايره يعني تبقى عندك زاويه، زاويه منفرجه والكلام ده. لو انتوا لو انا بس اقولها لمجرد اللي عايز يستخدم، ممكن واحد يكون بيحتاج حاجات زي كده. ده لما بنكونفرت الزاويه بتاعت اكس من الراديان تمام للديجري، للدرجات، من الراديان للديجري، الدرجات الراديانز اللي هي الدرجه بتاعت القياس اللي هو لدائره يعني تمام، والديجري بيجيب لك الايه الزاويه بتاعتها طبعا كنا عايز تحول كده. والعكس طبعا اللي هو تقول راديانز ماس دوت راديانز تحول لك من الانجل من الديجريز للايه للراديانز تمام، لو انت محتاج دي. فطبعا لو قلت له ماس دوت ديجريز لل 90 هتديني الرقم ده طبعا، والماس دوت ديجري واحد هتديني الرقم ده، يعني لو جربناها تلاقي ماشي بالعكس. فتلاقي ان هو طبعا تيجي تتكلم على ماس راديانز اما اديله 5 1 شافيه يرجع لي 90، ودي يرجع لي واحد زاويه واحد. دي كده للانجلر كونفرجن. قبل ما اخش في المثال خلاص كده انا عملت الفيديوهين دول كده للماس. برضو قبل ما اخش في الاكزامبل انا حابب اوريكم البرنامج اللي احنا اللي هو كتبنا فيه كل الماث فانكشنز اللي احنا استخدمناها. انا كتبته امبورت ماث تمام، واستخدمت بقى السيل والكابيساين والابسولوت فاليو والفاكتوريال والفلور والاف مود، كل الحاجات اللي احنا كتبناها هم بالظبط اللي احنا كتبناهم. وحفظت الفايل طبعا عشان ما اضيعش وقت واكتبهم من اول جديد. فطلعت طبعا النتائج اللي انتوا كنتوا شايفينها في السلايد بتاعت الباوربوينت ده، بس ايه يعني الاوامر كلها شغاله وكل حاجه تمام ان شاء الله، بس حبيت اكتبكم.